احتفالية خالفت المألوف في العراق شهدتها النجف في الذكرى السنوية 500 لصدور أول مجلة عراقية في المدينة باسم مجلة العلم للسيد هبة الدين الشهرستاني، وتم خلالها تكريم عدد من الصحفيين الشباب المبدعين على خلاف ما جرت عليه العادة بتكريم الموتى منهم. تكريم الأحياء هو نوع من الحافز لهم، نوع من الدفع لهم لكي يستمروا في العطاء وأن يقدموا المزيد. عندما تعمل وأنت حي ولا يلتفت لك أحد ولا يعني يثني عليك أحد، أعتقد أن ذلك نوع من الإحباط ونوع من التعطيل، وبالتالي التكريم ضروري للأحياء كما هو للأموات، ولكنه للأحياء أفضل. الاحتفالية التي جرت بحضور رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي ونقيب الصحفيين العراقيين تم خلالها تكريم عدد من الصحفيين المتميزين في المحافظة من قبل مؤسسات إعلامية خاصة، فيما غاب التكريم الحكومي في يوم الصحافة النجفية بمناسبة ذكرى صدور أول مجلة نجفية عام 1910. اليوم شبكة النجف الآن تكرم أبرز المبدعين وأبرز الصحفيين لعام 2015. المكرمون رأوا أن هذه المبادرة ستعطيهم مزيدا من الإصرار على تحدي المخاطر التي تنتظرهم، وستشجع النساء على وجه الخصوص على اقتحام ميدان الإعلام الذي يشهد نقصا في العنصر النسوي في النجف. الصحفيين العراقيين يبذلون جهودا وتضحيات كبيرة جدا في نقل الواقع العراقي بكافة إيجابياته وسلبياته، وبالتالي هناك معاناة كبيرة ومحنة لدى الصحفي العراقي اليوم. يعتبر هذا التكريم هو بادرة أمل لعمل صحفيات حقيقيات في النجف الأشرف، كون هذه المحافظة تفتقر إلى كثرة الصحفيات. نقيب الصحفيين العراقيين وصف على هامش الاحتفالية البيئة الصحفية في العراق بأنها لا تشجع على العمل الصحفي، مؤكدا أن الصحفيين لم يعودوا مستهدفين بالقتل من الإرهابيين، إنما أيضا يتعرضون لسياسة تجويع من الحكومة والبرلمان حسب تعبيره. لا زالت البيئة الصحفية بيئة غير آمنة وبيئة خطيرة، مع عدم وجود اهتمام للأسف رسمي وبرلماني، بل العكس، نرى أن هناك وضعا مختلفا بوضع عراقيل أمام الصحفيين وحقوق الصحفيين، خطر من الدولة وخطر بالتجويع وخطر بقضايا عديدة، يعني في كل شيء هناك وكأنها معركة شرسة ضد الصحفيين العراقيين متقصدة، يعني هذه الجهات متقصدة أن تتقصد الصحفيين بهذه الطريقة. وقد تم خلال الاحتفالية تكريم عدد من المراسلين والمصورين الحربيين وعدد من الشخصيات الأدبية والثقافية والاجتماعية. عندما بدأت الصحافة في النجف قبل أكثر من 100 عام لم تكن الأمور سهلة، واليوم التحديات كثيرة والعاملون في المجال الإعلامي يحاولون أن يواصلون هذه المسيرة. راجي نصير، الحرة، النجف الأشرف.